المحجة. لا حجة لك أيها الإنسان، فلقد أتاك من السماء بيان. ومحجة كالشمس يسطع نورها، ولا يراها العقل والوجدان. المحجة، هل يطمئن القلب في إيمانه لو ساغ ما يلقي به الشيطان؟ نبع العقيدة لا يكدر صفوه، شرك ولا بدع ولا بهتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، تحية طيبة في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المحجة. أسعد فيه باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ ضيفي هذا البرنامج الدائم الأستاذ الدكتور وليد بن عثمان الرشودي، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الملك سعود قسم الدراسات الإسلامية. صح فضيلة، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك والأخوة المشاهدين، الله يرضى عنك. شيخنا، في الحديث الذي سبق، في كان الحديث عن الشفاعة المثبتة ثم الشفاعة المنفية، جاءنا سؤال من أحد المشاهدين يقول: أنتم لما تحدثتم عن المنفية وخصوصا من يذهب لقبر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يدعوه يا رسول الله اشفع لي أو كذا يجعله قرب إلى ربه عز وجل، ما الفرق بينه، وقلتم أن هذا بدعة، ما الفرق بينه وبين من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من ذلك ليكفى همه ويغفر ذنبه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم، ما بعد. فلو أحصي ثناء على الله كما أثنه على نفسه جل وعلا، أسأله ربي مزيد التوفيق والسداد والتوحيد الخالص، ثم أشكر هذه القناة الرائدة التي جعل الله تعالى فيها خيرا كثيرا ونفعا عظيما، ممثلة في رئيس مجلس إدارته الشيخ حمد ومن قبله والده الكريم الشيخ محمد المشرف على هذا البرنامج وكافة الإخوة العاملين الذين لا يعلمهم إلا الله. وأسأل الله لي ولك ولهم شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في الموقف العظيم. سؤال سديد وجميل ولا يتعارض مع ما قلنا. أولاً، أبي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، صلاتي ما أجعل لك منها؟ طيب. قال: ربعها. قال: ذلك خير وإن زدت فهو خير لك. قال: ثلثها. قال: ذلك خير وإن زدت فهو خير لك. قال: نصفها. إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: وش يقصد أجعل لك صلاتي؟ قال: إذا أجعل لك صلاتي كلها. حتى أنت اليوم لابس شتوي وحنا حر، فأنت الحين لخبطت علي. هذا باعتبار ما سيكون. طيب. فقال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا يغفر ذنبك وتكفى همك. طيب. أولا، هذا الحديث ما المقصود به؟ خلنا نشرحه في اختصار. الصحابي الجليل كان له وقت يتفرغ فيه يدعو ربه، جميل، آخر الليل بين الأذان والإقامة، في صلاة الفجر، في صلاة الظهر، وقت معين يحبه ويدعو فيه، جميل. فقوله: صلاتي ماذا أجعل لك، يعني دعائي ما الذي أجعله لك. نعم. وليس المقصود به كل دعائه طول اليوم، وإنما وقت معين يحبه فيصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. فمثال: أنت وفقك الله لهذه الليلة بأن تقوم الليل مثلا، جيد، فتجعل كل وقت هذه الصلاة، كل هذه وقت الصلاة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما تدخل في الصلاة. مثلا أنت وفقك الله بأنك تقوم قبل أذان الفجر بعشرين دقيقة، بنصف ساعة، ثم بدأت تصلي، فبعد أن تقرأ الفاتحة وتقرأ ما تيسر وتركع ثم تسجد، فبعد أن تسبح تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في سجودك، ولا بعد في سجودك ما يمنع، تبقى فقط تقول: اللهم صل اللهم صل على محمد في سجودك. هذا من أنواع الدعاء. نعم. ولو خارج الصلاة يعتبر كذلك، هذا مما يكفى به الهم. المهم كل صلاتك هذه، كل موضع للدعاء تجعله في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيتحقق لك هذا الوعد. جميل. طيب، الآن ما العلاقة بينه وبين الشفاعة؟ ما المشابهة الذي ألبست على السائل الكريم الذي توجه إليه؟
أننا لما ذكرنا أن التوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أقول يا رسول الله اشفع لي، تمام، يا رسول الله اشفع لي، أنا الآن نداء لمن؟ لرسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز مناداته بعد موته صلى الله عليه وسلم، تمام، لأنه الآن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. لما لم نقل أن هذا مثل لو قلت أنت مثلا يا حسين اشفع لي، قلنا لك شرك، لكن هنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شبهة الحياة البرزخية له عليه الصلاة فقلنا والسلام بدعة. فقلنا بدعة معظم. هنا الآن ما الفرق؟ هنا الآن الصحابي وأنت وكل متأسي به يدعو الله عز وجل، من الذي يصلي على النبي؟ إن الله وملائكته الله. اللهم صلي، أنت تقول اللهم صلي، أنت نعم. تطلب من الله أن يصلي. الله حي لا يموت، نعم. تمام، هذا هو أولا. من الذي يكافئك؟ الله. النبي صلى الله عليه وسلم ليس له علاقة في الموضوع. نعم، جميل. النبي صلى الله عليه وسلم ليس له علاقة في الموضوع. في الأول في الشفاعة لما تذهب عند قبره تطلب الشفاعة. هنا له علاقة، أنت نعم. تناديت هنا الآن في الموضوع هذا ليس له علاقة. ليس له علاقة أبدا في هذا الموضوع. لعلي أجليت. لا، جميل. السؤال. طيب نرجع إلى موضوعنا. نعم. بما أنك تكلمت عن هذا السؤال، خلنا نتكلم عن أسباب الشفاعة. نعم. الآن نحن سمعنا بالشفاعة ورجونا الله تعالى، طيب أنا أريد أن تتحقق لي الشفاعة. نعم. ما هي الأسباب التي تجعل الشفاعة تنطبق علي؟ قلتم لنا أنه لا بد من الإذن والرضا، أنا الآن أريد أن الله يرضى عني. حلو. تمام؟ فأنا أريد أن تنزل علي الشفاعة، ما هي الأسباب؟ نقول الأسباب التي جمعها أهل العلم من النصوص منها. نعم. خليني شيخ بس أسألك هنا سؤال، يعني لن يكون هناك طريق إلى الجنة إلا من طريق الشفاعة؟ لا لا. لا لا طبعا في شيء اللي ذكرناها في الحلقة قبل السابقة، لا أقصد مثل الذين سيدخلون الجنة بغير حساب، هؤلاء يدخلون في الشفاعة العظمى الأولى. الشفاعة العظمى كل الناس في بداية الحساب. نعم. هذا للناس كلهم سواء حتى لو راح يدخل بغير حساب، ماذا ما له علاقة بداية الحساب. نعم. الثاني دخول أهل الجنة الجنة. نعم. هذه لابد من الشفاعة. لازم. هذه اثنين، هذه لابد من الشفاعة. نعم. أما بقية الأمور لا، قد يدخل بدون شفاعة. يعني وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فيدخل برحمة الله تعالى الجنة. نعم. فليس مقتضى أنه لابد أن يكون، لكن الشفاعة الكبرى اللي في يوم الحساب والإذن بدخول الجنة بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شفاعة. عندك شفاعتان لابد منهما مهما كان الحال، مهما كان الحال. نعم. اللي حتى الأنبياء يريدون البداية الحساب. نعم. وهي الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، اللي ذكرناها، اللي هي الإذن بالحساب، والثاني دخول الجنة، وهي التي لا تنبغي إلا لنبي، إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أسبابها، طيب، أسبابها التي يعني للمشفوع تستجلب للمشفوع أن تصح، أن تكون له، أولا التوحيد. إذا لم يوجد التوحيد لا توجد شفاعة. إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالربوبية، إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الأمر في 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 حقه جل في حقه، لما قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني هذا ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ولذلك في تبيين التوحيد قال الله عز وجل ما سلككم في سقر، الله، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولذلك جاء في التأكيد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هذا الأمر الأول. نعم. الثاني التوحيد. الثاني قراءة القرآن يستجلب الشفاعة. استجب، قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذه غير شفاعة الأنبياء والمؤمنين، الآن نتكلم القرآن عن يشفع. لا، يشفع بذاته، يعني يشفع لصاحبه وهو كلام الله. نعم. قراءة ولا حفظا؟ كلاهما حاصل، يعني ينال الفضل من فقط يقول أنا والله ما قدرت أحفظ ويقرأها. إيه طبعا يقرأ كلاهما. نعم. لا يقتضي الحفظ،
الحفظ منزلة ثانية، الكلام على القراءة. نعم. تمام. اقرأوا الزهروين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي سحرة. كثير من الناس يأخذ مثلا بهذا الحديث ويعرف فضل البقرة، فكأنه يجعل كل أيامه للبقرة، يعني يقرأ حتى إذا خلصها يبدأ أيهما، هل هذا أولى لأنه جاء فيها الفضل هذا العظيم، أم أنه يقرأ القرآن كاملا؟ لا لا، يقرأ القرآن كاملا، لا لا خلاص، إذا قرأ البقرة ليس المقتضى تكرارها. ليس المقتضى تكرارها، لكن في بعض ألفاظ الحديث كل ثلاثة أيام، وفي بعضها في كل شهر، المهم أن تتكرر. وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا، قال صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع، سبحان الله، وماحل مصدق أي شاهد. تمام. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. وقال أبو هريرة، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قول اقرأوا القرآن فإنه نعم الشفيع يوم القيامة، هذا الثاني. وقال ابن عمر يجيء القرآن يشفع لصاحبه، يقول يا ربي لكل عامل عمالة من عمله، وإني كنت أمنعه اللذة والنوم فأكرمه، فيقال ابسط يمينك فتملأ من رضوان الله، ثم يقال ابسط شمالك فتملأ من رضوان الله، ويكسو كسوة 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 الكرامة، وتحل عليه الكرامة، ويلبس تاج الكرامة. هذا الثاني، الآن التوحيد والقرآن. الثالث الصيام. قال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام ربي إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. الله أكبر. الرابع الدعاء بما ورد بعد الأذان. قال صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. الله. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وما كان سؤال الوسيلة فقط بعد الدعاء ولا كل وقت؟ يعني يقدر الإنسان في سجوده الله بلغ نبيه؟ لا لا، الالتزام بالمأثور. بالمأثور، الالتزام بالمأثور. ولذلك هنا الآن جواب لما سألتني قبل أسبوعين عن معنى الوسيلة، الوسيلة منزلة عالية في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يرجو ربه أن يكشف الأدب، وهي له يعني هي له لكن من سأل للنبي صلى الله عليه وسلم كوفئ بأن تحل له الشفاعة. نعم. هذا فرق بين المقام المحمود. نعم. هذا موضوع ثاني. نعم. اللي قبله كان إيش؟ المقام المحمود. المقام المحمود اللي هو الشفاعة العظمى. نعم. هذا الآن لا، تسأل الوسيلة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم فتحل لك الشفاعة، اللي هو الدعاء بعد الأذان. الدعاء بعد الأذان. نعم. بقي روح فاصل وجيه. طيب. طيب شيخنا استاذنك والمشاهد الكريم في فاصل نعود بعد اليكم. ومحجه كالشمس يسطع نورها. عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه عن جده قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال وهلكت الأنعام ونهكت الأموال، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال ويحك، أتدري ما تقول؟ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. رواه أبو داود. ومحجة كالشمس يسطع نورها أولا يراها
أهلا مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. ما زلنا معكم في الحديث عن أسباب الشفاعة مع صاحب الشيخ الأستاذ الدكتور وليد بن عثمان الرشودي. ذكرنا التوحيد وذكرنا القرآن وذكرنا الصيام وكذلك سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من أسباب الشفاعة، غيرها؟ طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الخامس سكن المدينة. الله أكبر. المدينة النبوية والصبر على لأوائها والموت بها. شوف، يعني هذه المسألة يعني فيها كلام لبعض أهل العلم، ولذلك بعض العلم صنف فيها مصنفات فضل المدينة. نعم. وجاء بما جاء فيها من الآثار. بعض أهل العلم يعني نظرا لأنه يضعف الحديث أو لم يبلغه بالأصح صحة الحديث، فتجد ممكن يجي لك واحد يعلق على الحلقة يقول لك فلان من العلماء الكبار ينفي مثل هذا. لا، ما ضعف، ينفي مثل هذا. نعم. فنقول اعتذارا له رحمه الله أن مثل هذا القول منه لعدم ثبوت الحديث عنده. نعم. فلا تثريب عليه، لكن نعم، إن ثبت عندك الحديث وصح، وهو ما 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 يعني لا أقول لك أنا يعني، لكن ظهر لي من صحته سواء في النظر أو في التقليد لأهل العلم، وذكر أهل العلم من أسباب وهو سكن المدينة. نعم. الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. نعم. ويصطفي من البلدان. صح. ما يجعل لها فضلا عن غيرها. مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان فيه مشقة على الناس، ولم يعني المهاجرين تركوا أو المهاجرون لم يعني لا، طبيعة البلد هواءها ماءها لم تستجب له، مرضوا لما وصلوا، أول ما وصلوا غير إلى مكة، إلى مكة. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل داء المدينة، فاستجاب الله تعالى لدعائه، فلم يعني يستقيموا معها. فلذلك كافأهم النبي صلى الله عليه وسلم أو الله جل وعلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم هذه المكافأة، أن من سكن المدينة وصبر على لأوائها كما في حديث أبي سعيد، قال عن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة، وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة والأوائها، فقال له ويحك لا أمرك بذلك، يعني تترك المدينة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. وقال صلى الله عليه وسلم لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. هذه يشترط حدود الحرم المدينة، يعني مو شرط حدود ما تكلم الحرم. لا، المدينة التي تسمى والأولاء اللي هو داخل الحرم. وقال صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. سبحان الله. يأتيك اعتراض عقلي يقول لك طيب مكة أفضل من المدينة. نعم. فيها بيت الله وفيها المشاعر. صح. لما؟ تمام؟ نقول ذلك فضل الله يأتي من يشاء، كما أن الله عز وجل جعل لمكة فضائل وخصائص، ولذلك جعل لها هذه الخصائص. أولا أن مكة معمورة. نعم. مكة معمورة بالحج والعمرة. نعم. لكن المدينة قد تترك. صح. فجاءت هذه الفضائل، فجاءت فيها مثل هذه الفضائل حتى لا تنقطع. ولذلك لما حكى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان قال يخرج فئام، ثم قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ففوائد المدينة كثيرة، لكن أنا أقول لك لا تقارن الأمور بعقلك، وإنما سلم للنقل الذي وردك عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللي بعده. الذي بعده. طيب، السادس كثرة المصلين على الميت. الله. قال صلى الله عليه وسلم من مات ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. سبحان الله. وعن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان، فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس. قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته، فقال تقولهم 40؟ قال نعم. قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. الله أكبر. السابع كثرة الصلاة
كثرة الصلاة. كان خادم عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم رجل المرأة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول الخادم ألك حاجة؟ قال حتى كان ذات يوم فقال يا رسول الله حاجتي، قال وما حاجتك؟ قال حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. قال من دلك على هذا؟ قال ربي. قال فأعني بكثرة السجود. الثامن الصبر والاحتساب في موت الأبناء الذكور والإناث الذين لم يبلغوا الحنثة. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنثة إلا أدخلهم الله بفضل رحمته إياهم الجنة. قال يقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يدخلوا، يقال للصغار ادخلوا الجنة فاسمع ماذا يقول الصغار، فيقولون حتى يدخل آباؤنا فيقال ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. نعم ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. عن أبي حسان قال قلت لأبي هريرة إنه قد مات لي ابناني فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتنا الله. عن موتانا. قال نعم صغارهم دعاميس الجنة سبحان الله يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. التاسع مصاحبة أهل الإيمان. فجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار سبحان الله. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذر مثقال دينار من إيمان فأخرجوا. هذه فائدة اللي تصلي معهم في المسجد وتقبلهم في الخير. نعم ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدميه أو إلى أنصاف ساقيه نسأل الله العافية فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقولوا اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعف فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. الله أكبر. إلى آخر الحديث الطويل لأني أخشى أن تقول لي بقي دقيقة. بقي اثنين. بقي إيش؟ دقيقتين. دقيقتين. فلذلك يعني هذه من أسباب الشفاعة عشرة كاملة. نعم. في غيرها. في غيرها. لكن الآن المهم. نعم. الآن تجد بعض الصالحين وبعض من يتوجه إلى الخير لكن في يوم القيامة لن يكون شفيعاً. سبحان الله. لماذا؟ لأنه قد يكون اتصف بصفة تمنعه من ذلك وهي اللعن والعياذ بالله. أعوذ بالله. ولذلك يطيب لنا أن نسردها في هذا. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. قال النووي رحمه الله أما قوله صلى الله عليه وسلم إنهم لا يكونوا شفعاء ولا شهداء فمعناه لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار ولا شهداء. ففيه ثلاث أقوال أصحها وأشهرها ألا يكونوا شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات الله. لأنهم لعنوا. فالإنسان يحذر هذا اللسان من اللعن من كل شيء ومن أعظمه اللعن. لماذا؟ يلعن سيارة لماذا؟ يلعن شخص. اللعن هو فرض شيء على ما تستخدم معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وهذا لا تملكه. وهذا لا تملكه ولا تعلمه. فلذلك لا تخوض في شيء وتعوذ بالله من الشيطان وتعوذ بالله من الشيطان فالإنسان يبتعد عن مثل هذا. نعم الله يرفع مقامك صلى الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا. شكرا جزيلا صاحب الفضيلة. ولك الله يرضى عنك يا رب. كذلك الشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام. كان الحديث عن أسباب الشفاعة. نردد ونقول دائما التوحيد سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ألقاكم وأنتم بخير وصحة وعافية
أطيب المنى. والسلام عليكم ورحمة الله. المحجة لا حجة لك أيها الإنسان، فلقد أتاك من السماء بيان، ومحجة كالشمس يسطع نورها ولا يراها العقل والوجدان. المحجة هل يطمئن القلب في إيمانه لو ساغ ما يلقي به الشيطان؟ نبع العقيدة لا يكدر صفوه شرك ولا بدع ولا بهتان.